بما أنك ذكرت المنتخب المغربي الذي لم يتبقى منتخبا عربيا في المونديال إلا باستثناء المنتخب المغرب بعد أن غادر، نتمنى له التوفيق والله من كل قلوبنا. المنتخب السعودي غادر، التونسي غادر، القطري غادر، بقي منتخبا واحد الآن ربما يمثل ملايين العرب، المنتخب المغربي. ماذا ينتظر في الأيام المقبلة بالنسبة لذكرنا المشاعر الجياشة الآن العربية التي ظهرت في مونديال قطر؟ يعني أنا حول منتخب واحد تلتف ملايين. نعم، أنا أتمنى لمنتخب المغرب أن يعني يستمر في هذا الأداء وأن يوفقه الله عز وجل حتى يقطع يعني مراحل ويصل. ويستحق والله هو المنتخب. والله نعم، يعني هم لا ننسى أنه أصلا المغرب يعني كدولة إمكانياتها محدودة، وبالتالي سيكون إنفاق على الرياضة أيضا محدود ليس كباقي الدول. ورغم ذلك يعني المنتخب المغربي استطاع أن يعني يقدم أداء مميز. ايضا بقيه المنتخبات العربيه التي يعني حاولت ايضا حاولت، ونحن كان مونديال مختلفا. نعم نعم، نقول لهم هارد لاك، وفعلا قدموا اداء مميز. المنتخب السعودي يعني قام باداء ممتاز جدا جدا، استطاع ان يتغلب على الارجنتين بغلط ميسي، فبالتالي هذا أمر. تونس وفرنسا حاملة اللقب. نعم يعني تونس وهذا يعني مشهد تاريخي، والفرنسيون عدلوا في اخر يعني دقيقه من الوقت الضائع، فكان عن جد يعني كان أداء مميز. بالنسبه للمغرب انا اتوقع بعد ما رايته انه ستكون المدرجات في الألعاب أو في يعني أتمنى أن تكون أكثر من لعبة للمغرب وأن تستمر المغرب، ستكون يعني مليئة. ما المكسب هنا؟ بالمدرجات ستكون مليئة بالمشجعين العرب وليس المغاربة. هذا المكسب بحد ذاته هو إفادة للعالم العربي. طبعاً طبعاً، بغض النظر شعوبنا. دعني أقول لك شيء، الأمة الآن همومها لا شك أنها أكبر من الرياضة. أنا أعود وأقول لا أناقش ذات الحدث الرياضي، وأن كنت أنا من محبي الرياضة ومشجعي الرياضة، ولكن أنا أناقش ردة فعل الشعوب على هذه اللعبة الرياضية، وبالتالي هذا مؤشر جيد جدا بل ممتاز، بل يعني فعل المؤشر يبشر بالخير ويعطي الأمل لكل مسلم في هذا العالم بأن هذه الأمة ما زالت أمة حية. ولذلك التفاعل الذي يحصل ما رأيته الآن من فرح اليوم، من فرح يعني سأقولها كما هي، يعني البعض كان يتهم أن الشعوب الخليجية أصبحت شعوب يعني لأنها مترفة ومنعمة خارج إطار القضايا العربية وما بدها بقى يعني بدها تنفصل عن الدول العربية أو هي مع قضايا الدول العربية، روحوا عنا نحن بنعيش لوحدنا، عنا عالمنا الخاص وعنا علاقات مع الكل. ابدا ابدا، هذا الكلام ليس صحيحا. نعم هناك ترويج لهذا الامر من قبل الذباب الالكتروني وملف لفهم، ولكن حقيقه هذه الشعوب كانت الان كانت اليوم مسروره بفوز المغرب اكثر ربما من المغاربه. وايضا هذه الشعوب نفسها تفاعلت مع المراسل الصهيوني بطريقه اقصى من بقيه الشعوب العربيه، ليدل ان هذه الشعوب ما زالت متفاعله مع قضايا امها. ربما ظهر ذلك من شعار قطر دوحه العرب، كان نعم لافتا. نعم هذا الشعار. نعم في نعم صحيح المونديال. كل حال اذا لا يمكن فصل الرياضه النتيجه ولا يعني أنا برأيي لو أردت كما قلت لك أن تصور الطرفين السياسة والرياضة صعب. وماهية السياسة ويعني يعني ماهية السياسة وتوسعها في عالمنا المعاصر، أظن أن السؤال عن قضية الفصل بينهما سيكون سؤال غير منطقي. غير منطقي. شكرا لك على كل حال دكتور محمد المصري الباحث السياسي، حلقة شيقة حقيقة، وكانت متابعة للمشهد الرياضي الآن الفعال في قطر. وأشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.